السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة اختصاص القياس والسيطرة المرحلة الثانية، هذه هي المحاضرة السابعة لنا بمادة الإلكترونيك الرقمي Digital Electronics. بالمحاضرات السابقة تعرفنا على أنواع الكاونترز اللي موجودة عندنا، فعرفنا أنه عندنا كاونتر نوع الأسينكرونيوس كاونتر، وكان بيه نوعين. النوع الأول اللي هو Ascending Synchronous Counter اللي هو العداد التصاعدي غير التزامني، واللي قلنا انه يتكون من JK Flip Flop يتأكتف بالحافة السالبة، والJK مربوطين الى Logic 1. قلنا انه الكلوك تدخل فقط على اول Flip Flop اللي يعد الQ Note اللي تمثل Least Significant Bit، والFlip Flop الاخير يمثل انه Most Significant Bit. بعدها تعرفنا على الأسينكرونيوس ديسندينج كاونتر اللي هو يشبه العداد التصاعدي لكنه يعدلنا على التزامني، أيضا يتكون مجموعة من الفليب فلوب جي كي فليب فلوب جي كي مربوطات لوجيك 1، وبي كلوك واحدة تدخل على أول فليب فلوب اللي عدلنا كذلك الكيو نوت، والآخر فليب فلوب يعدلنا الكيو 3 اللي هو الموست سيجنيفيكانت بت. فقط الاختلاف بيناتهم انه في هذا العداد العداد التنازلي الكلوك عفوا الفليب فلوب يتأكتف بالحافة الموجبة البوزيتيف ايج. عرفنا انه احنا ممكن انه نصمم كاونتر اسينكرونيوس كاونتر سميناه اب داون اسينكرونيوس كاونتر. قلنا هذا الكاونتر يعد حسب العمل اللي احنا نريده من عنده، نريده يعد تصاعدي او نريده يعد تنازلي. فاذا قلنا نريده يعد على تصاعدي، فمن خلال الادخال الاب داون اذا كنا نريده يعد تصاعدي فهنا ننطي لوجيك 1، اما اذا كنا نريده يعد تنازلي فاحنا بالاب داون ننطي لوجيك 0. البعض سأل عن شلون راح يكون العد في حالة انه يكون تصاعدي هذا العداد. بالضبط راح يرجع لنا مثل العداد الاسينكرونيوس اسيندينج كاونتر، هذا الكاونتر راح يرجع لنا بالضبط، راح يرجع لنا بهالطريقة هذه. ليش؟ لانه من ننطي لوجيك 1 هنا البوابات اللي راح تعمل راح ترجع لنا الكاونتر كل فليب فلوب من ننطي هنا لوجيك 1، هذه البوابة هنا راح تتعطل، وهذه البوابة اللي هي بوابة أنت أيضا هم هنا راح تتعطل. فلذلك راح يرجع كل فليب فلوب ينظر إلى الكيو التابعة للفليب فلوب اللي قبله، فيرجع بالضبط مثل عمل الأسينكرونيوس أسيندينج كاونتر بالضبط نفس التايمينج دايجرام. لذلك إحنا ما شرحناه بالمحاضرة اللي فاتت، فقط شرحنا إذا نطينا إذا ردنا هذا العداد يعدلنا عد تنازلي وصارت هنا لوجيك 1. هذا فقط شرحنا لأنه كانت عندنا في حالة مختلفة اللي هنا يتحسس الحافة السالبة، بينما بالعداد التنازلي اللي شرحناه من قبل كان هنا يتحسس الحافة الموجبة، لذلك شرحنا هذه الحالة فقط. فاللي يسأل عن شلون هذا العداد راح يصير يعدلنا عد تصاعدي، من ننطي هنا لوجيك 1 هذه البوابة راح تتعطل، وهذه البوابة ايضا راح تتعطل لانه النوت راح تعطلهم، راح يكون اخراجهم لوجيك 0 فكأنما ما موجودات. فيرجع لنا بالضبط يعني كأنما هذه كلها اللغت، رجع الكلوك مالت الفليب فلوب الثاني ينظر الكيو مالت الفليب فلوب اللي قبلها، فما ينظر للكيو داش، فيرجع بالضبط مثل العداد الاسينكرونيوس اسيندينج كاونتر بالضبط نفس التايمينج دايجرام، لذلك ما شرحناه قلنا بالمحاضره اللي فاتت. ان شاء الله اليوم راح ناخذ الاسينكرونيوس ديكيد كاونتر بي سي دي كاونترز، او العداد اللي هنا البي سي دي مسميه البي سي دي كاونترز، يعني العداد اللي عندنا الارقام البي سي دي اللي هي نعرف احنا نظام البي سي دي يعد لنا من الصفر الى التسعة، بس احنا هنا راح يكون شرحنا يعني عندنا عفوا 10 ارقام، لذلك سميناه البي سي دي كاونتر.
احنا هنا راح اليوم نشرح بصورة عامة، يعني راح نشرح الكاونتر، راح نتعلم من الكاونترات اللي سابقة. يعدنا من صفر مثلا الى 15، من صفر الى 7، من صفر الى 3. قلنا عدد الكاونترات او الفليب فلوبات يعتمد على اقصى رقم احنا نريد نوصل له. فاذا لنفرض كنا نريد نوصل الى رقم 15، فالمفروض علينا ان احنا نستخدم 4 فليب فلوبات، لانه رقم 15 اللي هو اقصى رقم متكون من 4 بت، اللي هو 1 1 1 1. اما اذا كنا نريد نستخدم نعد من 0 الى 7، فراح نستخدم 3 فليب فلوبات، اللي هم ليش 3 فليب فلوبات؟ لانه احنا عدنا الاعداد هي هسه هذه هنا يعدلنا من 0 الى 7. ليش 3 فليب فلوبات؟ لانه عدنا اقل رقم هو 0 0 0 اللي هو رقم 0، واقل رقم هذا، واعلى رقم اللي هو 1 1 1 اللي هو رقم 7. فاحنا هنا ان شاء الله بهذه المحاضرة راح نتعلم شلون اذا كنا نريد نعد، يعني مو لل 15 او لل 7 اللي هو اقصى رقم، مثلا نريد نعد من 0 الى 9، من 0 الى 11، او من 0 الى 12، او هكذا، او من 0 الى 5. فراح نشوف شلون راح نخلي الكاونتر، نسوي له تصميم اضافه بسيطه تخليه يعد من الصفر مثلا الى 9 ويرجع الى الصفر، ما يكمل العشرة. فهذه هنا راح تصير حاله البي سي دي كاونتر، ليش؟ لانه عندنا من 0 الى 9. فاول شيء، اول حاله راح نفرض انه احنا نريد عندنا كاونتر يعد لنا من 0 الى 9. أقصى رقم عندنا هو رقم 9. رقم 9 يتكون من شنو الرمز مالته بالباينري؟ الرمز مالته هو رقم 9، الرمز مالته هو هنا راح نكتبه 1 0 0 0، عفوا 1، هذا هو رقم 9 بالباينري. إذا نجي ننظر إلى رقم 9، من كم بت متكون عندنا؟ متكون عندنا من 4 بت، يعني راح نستخدم 4 فليب فلوبات. هذا الفليب فلوب الاول، الثاني، الثالث، الرابع. بما انه احنا نريد العد مالتنا من 0 الى 9، اذا الفليب فلوبات اللي راح نستخدمها هي فليب فلوبات تتكتب بالحافة السالبة اللي هي النيجاتيف ايج. فهذه ثاني معلومة عندنا. أول معلومة كم فليب فلوب راح نستخدم، عرفنا أنه الرمز مالته بالباينري 1 0 0 1، لذلك متكون من 4 بت، لذلك استخدمنا 4 فليب فلوب. بما أنه عداد تصاعدي من 0 إلى 9، فإذا هو هذه الفليب فلوبات تتكتب بالحافة الموجبة. فالديزاين مالتنا راح يكون بهالشكل هذا، بما انه اسانكرونياس في الكلوك، فقط تدخل على اول فليب فلوب، وكل فليب فلوب راح ياخذ الكلوك مالته من اخراج الفليب فلوب اللي قبله، فلذلك راح يكون الرسم مالته بهالشكل هذا. زين، شنو الشيء اللي يخليه يعد من الصفر الى 9؟ احنا نعرف هسه هذا بحالته الطبيعيه جاي يعد لنا مثل ما اتبعنا التايمينج دايجرام بالنسبة للأسينكرونياس كاونتر. إذا تقدرون ترجعون للتايمينج دايجرام، من تجي أول كلوك راح قبل تجينا كلوك راح يعدنا 0 0 0 0، الكلوك اللي بعدها راح يعدنا 1 0 0 0، الكلوك اللي بعدها يعد 0 1 0 0 اللي هو رقم 2، وهكذا يمدي العد تصاعدي إلى أن يوصل إلى الرقم 1 0 0 1 اللي هو رقم 9. لحد هنا هاي الأرقام كلها ريدها تظهر. منو الرقم اللي ما ريده يظهر؟ الرقم اللي احنا ما ريده يظهر هو رقم 10. رقم 10 بالباينري الرمز مالته 1 0 1 0، هذه مثلي رقم
10 بالديسمال تمثيله بالباينري هو 1 0 1 0. طبعا احنا نعرف انه هو هذا الليست سيجنيفيكانت بت اللي يمثل لي الكيو نوت، وهذا هو الموست سيجنيفيكانت بت اللي هو يمثل لي الكيو 3. فهسه انا رقم 9 اريده يظهر عندي، لكنه رقم 10 ما اريده يظهر عندنا. رقم 10 احنا ما اريده يظهر عندنا، لذلك نريد من يوصل عندنا العداد الى رقم 10، هذا رقم 10 ما اريده يظهر، نريده مباشره يرجع لنا يعد رقم 0. شلون راح نسوي هاي العمليه؟ من يعد من 0 الى 9 اوكي ما عندنا مشكله، رقم 10 نريده يرجع يرست من جديد. فكل ما هنالك راح نسوي في شيء بسيط، انه راح ناخذ الاخراجات اللي بيها لوجيك 1 اللي هي هسه هنا عندنا منو اللي يمثل لنا لوجيك 1، يمثل لنا لوجيك 1 اللي اخراج لوجيك 1 اللي هي الكيو 1، وهنا عندنا الكيو 3 من برقم 10 راح يكونون لوجيك 1. لذلك اخراج الكيو 1 والكيو 3 راح ناخذهم، هذه هي كيو 3، راح ناخذهم ندخلهم على بوابة اند. فمن يصير هنا عندنا العدد 10 اللي هو 0، وهنا عندنا 0، بس خلي نسويها. من يصير هنا عندنا العدد 10 يعدلنا الكيو نوت 0، الكيو 1 1، الكيو 2 يكون 0، والكيو 3 يكون قيمتها 1. هذا ايش راح يصير؟ راح يؤدي الى انه هذه بوابة اند هنا جاي لها لوجيك 1، وهنا جاي يجي لها لوجيك 1، فبالتالي اخراجها بهذه الحالة فقط راح يكون اخراجها لوجيك 1. يعني من يجي رقم 10 فقط راح يكون اخراجها لوجيك 1. هذا اللوجيك 1 ايش راح يصير؟ راح يرجع اذا نشوفه مربوط المن مربوط الى الكلير مالت الجي كي فليب فلوب. كل الفليب فلوبات مالت العداد اخراج الاند مربوط للكلير مالتها. واحنا اذا نتذكر الكلير شو يسوي؟ الكلير سوينا عملية ترسيت قسري المن للجي كي فليب فلوب، قلنا تلغي جي كي فليب فلوب مباشرة تروح تنطي تروح على الاس ار لاتش وتنطي للريسيت مالت الاس ار لاتش تنطي لوجيك 1، فبالتالي اخراج راح يكون لوجيك 0. هنا في حالة انه هذا صار عندنا لوجيك 1 راح تسوي عملية كلير المن الى كل الفليب فلوبات، فبالتالي اخراجاتهم كلها راح تصير قيمتها 0. فمجرد ما يجي هنا بمجرد ما يعد عندنا رقم 10 اللي هو 0 1 0 1، بهذه الحالة فقط هذه الاند هذه بوابة الاند راح يجيها لوجيك 1، لان احنا رابطها للكيو 3 وللكيو 1 فقط، فراح يجيها لوجيك 1 من الكيو 3 والكيو 1، اخراجها راح يكون لوجيك 1، فبالتالي راح يسوي ريسيت قسري لكل الفليب فلوبات، فبالتالي راح يرجع الاخراج مالتها يكون 0. هنا 0، الكيو 1 هم راح تكون 0، والكيو 2 راح تكون 0، والكيو 3 ايضا راح تكون عندنا قيمتها 0. فبالتالي رجع العدد يقرا لنا قيمه 0، ويرجع العداد من جديد يعد من 0 الى ان يوصل الى 9. رقم 9 يعده رقم 10، يرجع كذلك ترجع رقم 10 0 1 0 1، فالان يوصل لها 1 1، وايضا تصير عندنا عمليه ريسيت قسري ويرجع يعد لنا 0، وهكذا تستمر عندنا العمليه. راح ناخذ مثال ثاني اللي هو اذا كنا نريد نعد من 0 الى 5، من 0 الى 5 نعرف انه احنا من 0 الى 5 الارقام راح تتكون من 3 بت اللي هي تبدي بصفر صفر صفر الى ان توصل الى الخمسة اللي هو 0 1
عفوا 101 اللي هو هذه يمثل لي رقم 5. هسه احنا اذا نجي هنا عندنا احنا نريد الاعداد مالتنا من 0 إلى 5، فهذه من 0 إلى رقم 5. فقلنا اول عملية عندنا راح نعرف المفروض كم فليب فلوب راح نستخدم. منا عرفنا انه اقصى رقم نريد نوصل له هو رقم 5 متكون من 3 بت، فاذا راح نستخدم 3 فليب فلوب. نوعها JK فليب فلوب، توغل فليب فلوب. لانه العداد تصاعدي فراح يكون يتأكتف بالحافة السالبة اللي هي الـ negative age، فلذلك ربطنا الحافة السالبة. هو نوع asynchronous counter، لذلك الكلوك تدخل فقط على اول فليب فلوب، اما البقية فيتغذون من الكيو مالت الفليب فلوب اللي قبلهم. هسه لحد هنا البناء مالتنا صار طبيعي. هسه اللي صار عندنا انه احنا نريد يعد من 0 إلى 5، فاذا نريد يعد من 0 إلى 5 يعني احنا حد رقم 5 نريده يظهر. منو اللي ما نريده يظهر؟ رقم 6 ما نريده يظهر، رقم 6 نريده مباشرة يرجع لنا يعد 0، ما نريد رقم 6 يظهر عندنا بالاخراج. فاللي راح نسوي شنو؟ راح نجيب بوابة اند تسوي لنا ريسيت قسري لكل الفليب فلوبات. اخراج هذه البوابة راح ندخلها على الكرير مالت كل الفليب فلوبات. زين، ادخالات بوابة الاند مين راح نجيبها؟ راح نجيبها نشوف رقم 6 هو 0 1 1، الكيو نوت 0، كيو 1 1، والكيو 2 1. فاذا راح نشوف وين الواحد تظهر عندنا. الواحد تظهر بالكيو 1 والكيو 2، لذلك راح ناخذ اخراج الكيو 2 هذا هو اللي هو هنا يصير عندنا 1، راح ناخذ ندخل البوابة الاند، والكيو 1 ايضا راح ندخله الى بوابة الاند. فراح يصير عندنا من يجينا رقم 6 اللي هو 1 1، راح يكون اخراج بوابة الاند فقط بهذه الحالة 1، فراح يصير عندنا عملية ريسيت قسري. الجزء واحد ثاني يسأل يقول يجوز غير حالة تجينا يعني تخلينا هذه البوابة يكون اخراجها 1؟ لا، ما ممكن. اذا ننظر لباقي الارقام كلها ولا رقم من عندها الكيو 1 والكيو 2 اثنينهم لوجيك 1، كلهم جاي نشوفهم، اما 0 0 او 1 0 او 0 1. فقط في 6 6 راح يصير عندنا اثنينهم لوجيك 1، فبالتالي بس برقم 6 هذه البوابة يكون اخراجها اللوجيك 1. فراح نسوي ريسيت قسري لكل الفليب فلوبات، وبالتالي يرجع يعد عندنا رقم 0. بنسوي ريسيت قسري يعني كل اخراجاتهم يكونون 0 0 0، من تجي الكلوك اللي بعدها راح يعد عندنا 1 0 0، وهكذا تتصاعد عندنا عملية العاد الى ان يوصل الى رقم 5. وبرقم 6 ايضا راح يسوي عملية ريسيت قسري. ناخذ مثال اخر ايضا على بناء كاونتر. نشوف هذا الكاونتر، عندنا كاونتر نريد يعد من 0 إلى رقم 12. وين رقم 12؟ هنا عندنا هذه الارقام اللي موجودة عندنا رقم 12، هذا هو رقم 12 نريد يظهر. اذا نيجي نشوف رقم 12 من كم بت اللي هو اقصى رقم نريد العداد يوصل له، من كم بت متكون؟ من 4 بت، لذلك راح نستخدم 4 فليب فلوب نوع جي كي فليب فلوب. عداد تصاعدي من 0 إلى 12، فاذا راح نختاره يتكتف بالنيجاتيف ايج. نريد العداد يعد من 0 إلى 12، يعني رقم 12 نريده يظهر. من الرقم اللي ما نريده يظهر هو رقم 13. الريد من يجي رقم 13 تصير عندنا حالة ريسيت او كلير لكل الفليب فلوبات، لذلك اخراج بوابة الان مثل ما جاي نشوف احنا دائما نربطه المن الكلير مالت كل البوابات. فاذا رقم 13 ما ريده يظهر، رقم 13 ريده من يوصل له يسوي لنا كلير يعني يصفر كل الفليب فلوبات. فاللي علينا نشوفه وين بال 13، رقم 13 وين اكو عندنا لوجيك 1 نأشره. فعندنا لوجيك 1 جاي نشوفه يظهر وين؟ بالكيو نوت وبالكيو 2 والكيو
3. فهنا اذا معناها راح ناخذ اخراج الكيو نوت نربطه لمن لادخال البوابه الانت. فهذه هنا عندنا الكيو نوت راح نربطه الى ادخال بوابه الانت. فاذا هذا الكيو نوت ربطنا الى بوابه الانت. بعد منو عندنا اللي جاي يسوي لنا لوجيك 1؟ عندنا الكيو 2. فاذا الكيو 2 ناخذه نربطه الى بوابه الاند ايضا، نخلي احد ادخالات بوابه الاند. فهذه هو الادخال الثاني لبوابه الاند، راح نجيب علما ناخذه من الكيو، عفوا ناخذه من الكيو 2. فهذه هي الكيو 2، فناخذه من الكيو 2. هسه الكيو 2 ربطت الى بوابه الاند. الادخال الثالث منين جاي يجينا؟ من الكيو 3، هو الادخال الثالث اللي ينطينا لوجيك 1. فاذا هذا راح ناخذه من الكيو 3. اذا صار عندنا كاونتر يعد من 0 الى 12. ايش وقت يصير عندنا عمليه ريسيت قسري او عمليه كلير لكل الفلوبات؟ من تجي الكيو نوت قيمتها 1، الكيو 2 قيمتها 1 اللي هي ادخال ثاني لبوابة الاند، والادخال الثالث لبوابة الاند هو الكيو 3. من هذول ثلاثة هم يصيرون قيمتهم 1. هنا فقط هاي الحالة اخراج بوابة الاند راح يكون قيمته 1، فبالتالي راح يسوي كلير ويرجع يعدلنا الصفر. هذه جاي نشوف شلون جاي نبني العدادات اللي تعدلنا من 0 الى رقم معين، ومهما كان الرقم اللي يريده العملية جدا بسيطة. ننظر الى الرقم اللي بعده، شنو الوحدات اللي بيه ندخلها على بوابة الاند واخراج بوابة الاند ونرجعها الى الكلير التابعة لكل الفلوبات اللي موجودة للكاونتر. هذه ببساطة هي عملية العد. نقدر نحل مثال او نقدر نعتبره هو هومورك. اذا كنا نريد نبني عداد يعد من 0 الى 11، نريد نبني عداد يعد من 0 الى 11. فاللي مطلوب من عندكم انه تبنون هذا العداد اللي راح يعدلنا من 0 الى 11 وتنزلوا لنا بالكومنت اللي موجودة باليوتيوب اسفل الفيديو. هذا هو الاسينكرونيوس ديكي كاونتر، البي سي دي كاونتر، او مو الا بي سي دي كاونتر، الا الكاونتر اللي يعد الى اي رقم احنا نريده. بالنسبه للسينكرونيوس بارل كاونتر، هذا الكاونتر احنا ما راح نتناوله يعني بمحاضراتنا، يكفي انه احنا تعرفنا على الكاونتر الاسينكرونيوس كاونتر وتعرفنا على طريقة بناء الكاونتر، فهذا يكفي. فان شاء الله بالمحاضرات اللي جاية راح نبدي ناخذ الامثلة اللي موجودة عندنا باذن الله. تقدرون اللي عنده سؤال او اللي عنده اي استفسار يقدر يكتب الاستفسار مالته بالكومنت اللي موجودة باليوتيوب، وان شاء الله راح نجاوب على كل أسئلتكم، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. مع السلامة.